تعودنا منذ 20 عاما أن نلتقي في هذا الشهر الكريم في صحبة معالي النقيب الجليل الأستاذ سامح عاشور. تعودنا أن نلتقي على أرض السويس، وفي هذا العام أردنا أن نلتقي في نادي السويس، في نادي نقابة محامين السويس. وقلت لكم منذ أيام أن هناك أخبار سارة لمحامين السويس أوجزها في أننا كنا في ضيافة أخي وصديقي سيادة النائب محمد المصري منذ 5 أيام، والتقينا بسيد المحافظ وقائد الجيش الثالث، وانتهينا في هذا اللقاء أحمد إلى أن هذه الأرض التي نجلس عليها الآن ومساحتها أكثر من 10,000 متر أصبحت خاصة بمحامين السويس. وكان الحوار مع السيد المحافظ أن هذه الحديقة تخص محامين السويس وأثرهم إكراماً لمعالي النقيب الأستاذ سامح عاشور. ثم تطرق الحديث إلى أرض الملاعب، وكانت الإجابة أن هذه الأرض ملكاً للقوات المسلحة. فأعلن السيد القائد، قائد الجيش الثالث الميداني، أن هذه الأرض بدءاً من البرجيلة حتى الكورنيش هي خاصة بنقابة محامين السويس ولن يقترب أحداً منها. نقيم عليها أي مشروعات تريدها النقابة العامة. نحن نعلن اليوم ذلك حتى لا يزايد أحد على المحامين. هذه الحديقة وبدءا من البرجيلة حتى الكورنيش هي ملكا خالصا انتفاعا لنقابة المحامين قولا واحدا، ولكن في حضرة مجلس النقابة والسيد معالي النقيب لنا كمحامين السويس طلبين. الطلب الأول خاص بقاعة الأفراح التي أصبحت منهكة تماما، إن شاء الله بدءا من شهر أغسطس سوف نقوم بتوظيف هذه القاعة لكي تكون من أفضل القاعات على أرض السويس. ثانيا سوف يعاد تطوير النادي، الأرض التي نحن عليها الآن والأراضي الملحقة، بنعد مشروع قوي جدا ومهم جدا يخدم مجتمع السويس ومحامين السويس وأسر المحامين، وإن شاء الله سوف يرى النور قريبا بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.